وحول انهيار ما زار قطر في كربلاء وتداعياته، عاد بالانضمام الينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. اهلا ومرحبا بك استاذ بهاء. اهلا وسهلا، يا مرحبا بحضرتك. حياك الله. بدايه، لماذا لم يصدر الوقف الشيعي، او لماذا يصدر الوقف الشيعي الان بيانا يتهرب فيه من تحمل مسؤوليه ما حصل في مزار القطارة ومسؤوليه الضحايا هناك؟ لماذا لم يحذر مسبقا؟ تحياتي لحضرتك والمشاهدين قناة رافدين. بالحقيقة من الطبيعي أن يتبرأ الوقف الشيعي الآن من هذا المزار أو من مسؤوليته عن ما جرى في هذا المزار الوهمي بين قوسين، اللي سماه بالضبط الوقف الشيعي، أطلق عليه لقب الوهمي. هذا المزار هو استثماري حقيقة، كما تفضلتم في التقرير اللي عرضته، هو فعلا مزار وهمي، مجرد أرض اختلقت حولها بدعة معينة تم استثمارها على شكل ضريح، على أساس أنه هي تمثل شيء مقدس بالنسبة للإمام علي كرم الله وجهه، وبالتالي أصبحت مزار. لذلك هذه المزارات الكثيرة، كثير منها يفتقد إلى الأسس التاريخية من حيث مصداقية هذا المكان أو قدسية هذا المكان، لكن الآن أصبح الأمر تجارة، ولا يهم أرواح الناس أو ما يمكن أن يتعرضون له من خلال بناء هذه المزارات، لأن هذه المزارات حقيقة تعتبر مصدر مهم جدا من أموال الميليشيات وأموال الأحزاب السياسية، وأيضا تمثل يعني نوع من الرافد الحقيقي من بالنسبة للمريدين لهؤلاء المزارات. بالنسبة للأحزاب السياسية تستخدمهم من ناحية الانتخابات كجمهور ناخبي يعتبرون، كجمهور سياسي يعتبرون، هم هذه الطريقة اللي يستخدموها منذ 2003 وحتى الآن. يعني هذه المزارات كثرت بشكل رهيب يعني في كل محافظات العراق. يعني وصلنا مرحلة أنه شفنا حتى في محافظات تاريخيا لم يثبت يعني يعني وصول أحد من أستاذ بهاء. يعني كررت كل كلمة مزار وهمي، تكررت هذه الكلمة كثيرا. السؤال هنا، لماذا تسمح الحكومة والوقف الشيعي بوجود هكذا مزارات وهمية؟ من الواضح هنالك سيطرة من قبل الميليشيات على هذه المزارات، لأنه الحشد الشعبي، أمن الحشد الشعبي نفسه أصدر بيان قال فيه بأنه أغلق هذا المزار منذ 3 سنوات وبعد أن تمت مداهمته. يعني هذا المزار تمت مداهمته من قبل أمن الحشد. طيب إذا مزار يتم مداهمته من قبل أمن الحشد، إذا هذا المزار هو مجرد يعني شيء وهمي أو يتم استغلاله بأمور أخرى غير الأمور الدينية، وبالتالي تم إغلاقه فعلا. لكن هنالك ضغط أصبح من المستثمر عليه لتمتعه بعلاقات مع قادة ميليشيات، وتمت إعادة افتتاحها من قبل الشخصية الآن تقود محافظة كربلاء كمحافظ اللي كان مشرف على يعني مجلس المحافظة. الآن من صارت الكارثة تبدلت هذه المسؤوليات، أصبح الكل يتبرأ من هذا المزار، أصبح الكل يتبرأ من هذه الجريمة. حقيقة جريمة، يعني دماء الناس هاي الأبرياء اللي يتم الضحك عليهم من خلال الدين ويستغلون بساطتهم، وبالتالي عندما يعني يصيبهم ما أصابهم يعني ضحايا القطارة يتبرؤون منهم. طيب الآن في هذا الوضع، بعد أن حصل ما حصل وتبرأ ديوان الوقف الشيعي عفوا من هذا المزار وقال أنه وهمي وأن هنالك العديد من المزارات الوهمية، إذن لماذا لا تتصدى لوجود هكذا نوع من المزارات؟ نعم، هو لا يمكن حتى الوقف الشيعي لا يمتلك سلطة على الميليشيات، لأنه هذه المزارات قلت لك أغلبها هي تمثل رافد حقيقي للميليشيات من الناحية المادية ومن ناحية الأفراد، لأنه هذه الميليشيات تعتمد على هذه المزارات كثيرا من ناحية تجهيل الشعب، لأنه كل ما استمر تجهيل الشعب لن يعرف هؤلاء الأشخاص على حقيقتهم ويعلم نواياهم باعتبارهم ميليشيات. هدفها الأول والأخير هي السيطرة على مقدرات البلد والسيطرة على الحكومة، ومن نفس الوقت تنفيذ الأجندات الإيرانية في العراق. لكن هذه المزارات لا الدولة تقدر تسدها، ولا لأنه يعني رأسا راح يربطوها بموضوع أنه هذه حرب ضد المذهب، يعني يربطون هذه المزارات بالمذهب، وللأسف كثير من الناس تصدق هذه الخرافات أنه فعلا هذه حرب ضد المذهب، ويبدأون ب يعني التصدي لكل شخص يحاول
لإغلاق هذه المزارات. احنا سمعنا بمزارات يعني حقيقة يعني هي تقلل من قيمة المذهب الجعفري، تقلل من قيمة أي مذهب، يعني تركتر يقدس، عمود كهرباء يقدس، حقيقة هذا ضحك على عقول الناس. وللأسف أشرت إلى أن هنالك الكثير من يصدقون بهذه المزارات بعد حادثة مزار القطارة، كيف ستكون ردة فعل الناس مع هكذا نوع من المزارات الوهمية؟ والله أنا أشك أن تكون ردة فعل الناس يعني خلينا نقول إيجابية، لأنه الناس هذه من 20 سنة من سقوط النظام السابق ومن بداية الاحتلال وقدوم هاي الميليشيات تعودوا على هذه الخرافات اللي يتم نشرها من خلال الكتيبات الصغيرة، من خلال بعض الخطب الدينية اللي بثها بعض ما يحسب المحسوبين على رجال الدين، بعض التدريسيين، بعض الناس اللي لديهم سلطة داخل الأحياء الفقيرة، داخل الأحياء السكنية الفقيرة. هذه الأمور هي تنشر داخل المجتمعات الصغيرة، المجتمعات خلينا نسميها البعيدة عن التحضر والتعليم، وبالتالي يتم تجهيل الشعب بهذه الطريقة إلى أن يتم السيطرة عليه والسيطرة على أدمغتهم بهذه الخرافات الحقيقة. لكن هؤلاء يحتاجون إلى فترة طويلة جدا من أجل أن تكون لهم ردة فعل، يحتاجون إلى أن يعني يكون لديهم اطلاع ديني، يعرفون مذهبهم جيدا، يعرفون دينهم جيدا، لكي لا يتمكن أي أحد من الضحك عليهم في المستقبل. ما هو تفسيركم لزيادة هذه المزارات والمراقد خلال السنوات الأخيرة؟ هي هذه المراقد الآن أصبح يعني أي شخص بإمكانه أن يختلق فد بدعة معينة ويكتبها بكتب. وهي المشكلة بالكتب، احنا ما قبل 2003 ما قبل الاحتلال كانت كل الكتب اللي تيجي من الخارج كان يتم تدقيقها ويتم السماح بتوزيعها داخل العراق او لا يتم السماح بتوزيعها. كل الكتب اللي كانت تحتوي على امور غير مسندة غير صحيحة سواء بالنسبة للمذهب الجعفري او بالنسبة للمذهب الحنفي او باقي الأديان، هذه الكتب كانت تمنع. الآن ماكو يعني كتب تمنع، المطابع مفتوحة، الإنترنت متوفر، بإمكانهم جمع أي مجموعة من الأحاديث خلينا نقول الصحيحة، يجمع له مجموعة أحاديث صحيحة ويدس بيناتهم فد نوع من الخرافة، ويتم استغلال هذه الخرافة من أجل بناء ضريح. هذا الضريح أو المزار راح يتم استخدامه في المستقبل من أجل جمع النذور والأموال كموال تبرعات، وبالتالي هذه الأموال تروح يا أما للشخص اللي اختلق هذه البدعة أو تروح إلى أشخاص متنفذين في الميليشيات ومتنفذين بالدولة، بحيث هم يتمكنون من حماية هذا المزار وتقديسه في نفس الوقت من أجل أن يكثر مريدي، وبنفس الوقت من أجل حمايته وديمومته من الإزالة. هذه باختصار اللي دا يصير حاليا. احنا سمعنا يعني كثير من هذه الأمور للأسف تشوه الدين، تشوه المذهب، تشوه كل القيم العراقية الأصيلة، لكن مطلوب من الحكومة أن تتدخل فعلا من أجل وضع حد لهذه المزارات الوهمية اللي هن أكثر من 300 مزار. نعم. من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. شكرا لحضرتك يا مرحبا.